احنا في المخيم اسم المخيم احنا اليوم في مخيم قوي قوي. حضرتك مين؟ انا موسى بشير رئيس المخيم. وحضرتك؟ هذا جمال محمد نسمة في داخل المخيم عندنا 1473 نسمة. 1473 أسرة. أسرة أسرة. أين أين هؤلاء؟ هؤلاء هم جميعا بعد المشاكل التي حصلت المشاكل الدينية الحروب الحرب الدينية في تلك فخرجنا إلى كاد ومكثنا خمس سنين من 2014 إلى 2019 جدتي ومن المنظمات الإنسانية ومن الدولية. فنحن عشنا منذ 5 سنين في البداية في أكثر من المنظمات تقدم الدعم في شتى المجالات. بعد عملنا سنتين يعني كل الدنيا ليست هي صارت في لاجئي نيجيريا في الشرق أو في لابتشا. فهذه أغلبية المنظمات ذهبت إلى لابتشا فتركوا هذا المخيم وفيه أكثر من 5000 شخص بدون يعني أي مساعدات وبدون يعني مركز صحي في داخل هذا المخيم وبدون يعني تعليم للأطفال. فنحن هنا عندنا مدرسة ابتدائية. هذه المدرسة يعني المدرسين فيها هم متطوعون من اللاجئين هنا في داخل المخيم. فعندنا أكثر من 600 طالب في الابتدائية. بعد تخرجهم من الابتدائية يذهبون إلى المدارس الأهلية في الجوار. فإذا كان الأهل لهم الاستطاعة يسجلون يعني أولادهم في الثانوية أو الإعدادية، وإذا كان ليس لهم الاستطاعة فالأطفال يتركون الدراسة. فهذا يعني من الأهميات أو الأولويات لدينا. وثانيا يعني نحن نواجه صعوبات في المعيشة، يعني في المعيشة ما في حاليا أي منظمة تقدم أو تأتينا يعني بالتداول مثلا شهر أو شهرين أو 3 شهور تأتي وتقدم الطعام لهؤلاء السكان. فأغلبهم مثل ما قلنا أغلبهم من النساء والأطفال والآباء يعني أكثر يعني قتلوا في جمهورية أفريقيا الوسطى أو يعني مفقودون أو ما أتوا إلى هذا المخيم. فالنساء هي معها ومعهم الأطفال ليس لهم يعني دخل وليس لهم عمل يعني يستطيعوا أن يقوموا به لدعم أسرهم. فهذا يعني بحاجة إلى مساعدة متداولة. فليس هنا في منظمة أو تأثير بس بعض الإخوة كتركيا والسعودية وبعض المنظمات الإنسانية تعطوننا يعني في أحيانا بعد 3-4 شهور وخاصة في شهر رمضان المبارك وفي عيد الأضحى المبارك يقدمون لنا بعض المساعدات ونقدم لهم الشكر لهذه. نحن نواجه مشاكل شتى ومنها الغطاء للخيم. فنحن عندنا 700 خيمة في داخل هذا المخيم ل 1437 أسرة. يعني كل مخيم يحتوي أسرتين في داخل كل مخيم يحتوي فيه أسرتين كل خيم. فهذه الخيم يعني بنيت من 2014 ثم عيد الترميم في 2016 من قبل اليونيسيف. منذ هذا الوقت للآن فهذه الخيم يعني تعبانة. إذا كان الشخص هو بنفسه له الاستطاعة يقوم بتبديل الغطاء للخيم وإلا فيواجه الصعوبات والمياه
والمشاكل ومنها الأمراض. فلذا نقدم الطلب عبر هذه الأمراض. أهم الأمراض هي الملاريا والإسهال للأطفال، ومنها يعني نقدم عبر الكاميرا للإخوة المتبرعين أن يقدموا لنا يد العون لترميم هذا أو هذه الخيم في داخل مخيم قوي. فنحن هنا في عيادة صحية أو مستشفى في المخيم؟ ما في عيادة صحية نظرا لكثرة السكان في داخل المخيم، أكثر من 5000 شخص في داخل المخيم. ليس لدينا مركز صحي وليس لدينا طبيب واحد في داخل المخيم، فلذا نحن نقدم هذا الطلب للإخوة ولو طبيب واحد يأتينا في أسبوع أو أسبوعين لفحص الصحي وتقديم بعض الأدوية، فهذا يساعدنا كثيرا. إذا كان واحد مريض أو امرأة أو طفل فنحتاج لنقله إلى خارج المخيم، والمستشفى يبعد من هذا المخيم من 10 كيلومترات. فبعض الأسر لا تجد هذه الاستطاعة والمستشفى إلا في دفع بعض الواجبات وشراء بعض الأدوية، فنحن لا نجد هذا. بالنسبة للمياه الصالحة للشرب، هل عندكم مصدر المياه الصالحة للشرب؟ المياه الصالحة للشرب في البداية عندنا 18 بئر في داخل المخيم، وحاليا عندنا 12 بئر شغالة، وعندنا 6 من هذه الآبار معطلة حاليا. نريد أيضا تصليح هذه الحمامات. بالنسبة للحمامات في البداية كان في البداية العدد قليل، عدد السكان قليل، ولكن عندنا 80 حمام لعدد قليل من اللاجئين. يعني بطول الوقت العدد يعني زاد بكثير. يعني نحن كل الحمامات تعمل؟ لا، كل الحمامات لا تعمل. يعني من 80 نحن اليوم نستعمل 30 حمام، يعني 50 حمام خارج الاستعمال. 50 حمام على 5000 30 حمام. 30 حمام على 5700 يعني حوالي 190 حمام شخص. حمام واحد. هذه مشكلة كبيرة. الغطاء، اللباس. الغطاء واللباس للأطفال. نحن نواجه مباشر قريبا موسم الشتاء، فاللباس للأطفال والكبار والفرش، فراشات في داخل المخيم، ونحتاج للمزرعات. يعني الحطب هنا ممنوع في تشاد، فاستعماله شيء ممنوع. فنحن لا عندنا الأطفال أو لنا القدرة أن نحصل على الغاز، يعني غاز ثمنه يعني غالي شوية، تقريبا 5000 ريال تشادي. فنقدم يعني هذا الطلب عبر هذه الكاميرا أيضا للإخوة اللي يقدموا لنا هذه الأدوية. طعام، هل يأتيكم طعام باستمرار من الأمم المتحدة؟ لا لا لا، ما في طعام، لا إلا يعني من المنظمات الإنسانية وخاصة من فيها يعني خطرات. يعني رمضان شهر رمضان المبارك وعيد الأضحى. ايه طلباتكم؟ الطلبات هي اولا تقديم العون في مجال الغذاء ومجال الطعام. نقدم هذا الطلب لدينا. ثانيا التعليم. لدينا مدرسه فيها اكثر من 600 طالب، فنريد ايضا تقديم التعليم للاطفال، لان هؤلاء المدرسون هم المتبرعون من داخل المخيم. نريد يعني تقديم المساعده لاطفالنا لكي غير التعليم وغير الطعام في من أولوياتنا هو الحل النهائي.
يعني نريد حل نهائي هذا الحل النهائي يوجد في المنظمات أو في الدولة التي نحن فيها. فربما هذا الحل النهائي يأتي بتقييم الأعمال الصناعية اليدوية التقييم المساعدات لهؤلاء، هم يعملون بأنفسهم ويقدموا المساعدة أو العون لأسرهم، فهذا يكون أحسن من أن يقدموا يد الطلب يعني في كل وقت. لأننا مررنا 5 سنين في هذا المكان، وإذا كان لنا أعمال لا نستطيع أو لا يكون لدينا يعني الاحتياجات كلها نعمل فيها. فنحن نريد يعني ترميم هذه شكرا اخونا رئيس المخيم. عم نتكلم عن حوالي 5700 شخص يعيشون هنا في المخيم منذ 5 سنوات منذ بداية التطهير العرقي في جمهورية أفريقيا الوسطى من النساء والأطفال والشباب. المخيم فيه 30 حمام فقط يعمل علشان اللي هو يكفي 5700 نسمة هنا. في 12 بئر من 18 بئر 6 معطلين، مفيش طبيب هنا، في مدرسة واحدة لمدرسة ابتدائية فقط، 100 طفل زي الأطفال اللي قاعدين دول قدامكم، أما باقي الأطفال اللي هم في سن المدرسة الإعدادية والمدرسة الثانوية فلابد إن يروحوا للمدينة إن كان أهاليهم أبائهم وأمهاتهم عندهم القدرة في إنهم يتكفلوهم بالمصاريف اليومية للذهاب والعودة إلى آخره. كل المؤسسات الدولية اللي كانت تعمل هو للأسف تركت المخيم وذهبت إلى بحيرة الشاد علشان الأعمال الإجرامية اللي بتقومها مجموعة بوكو حرام لتهجير الناس من نيجيريا ومن نايجر إلى منطقة الشاد. اتصلوا ناديني شبكة ما جاي. المؤسسات اللي هنا تركت في قوي قوي المؤسسات العربية والإسلامية بيجوا من تركيا، نعم بيجوا من السعودية، ودول بيجوا فقط في أيام رمضان وأيام العيد. لحظة قاعد صور. شجاعة كبيرة جدا 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 هنا، شجاعة كبيرة جدا جدا هنا، ونريد منكم أيها الشباب لحظة عبد اللطيف أن تأتوا هنا لكي تساعدوا مستوى الناس. جمهورية الشاد فيها أكثر من 600 ألف لاجئ من جمهورية أفريقيا الوسطى ومن النيجر ومن نيجيريا ومن الكونغو وكذلك من السودان، وهي أكرم من كثير جدا من الدول العظمى التي رفضت أن تأوي اللاجئين في عام 2015 و2016 و2017 إلى أوروبا وإلى الدول العظمى الأخرى. وهنا يعني الدعم بسيط أو الدعم منعدم، ولا بد أن احنا نساعد الجمهورية هنا الحكومة علشان تستطيع أنها تتعامل مع هذه الأعداد الكبيرة جدا للاجئين الذين جاءتهم من 5 جمهوريات مجاورة لجمهورية شاد. وأرجوكم يا شباب أنكم تشيروا اللي هو الحالة الإنسانية لأهل هذه المخيمات، وكذلك الحاجة لجمهورية شاد، وكذلك أيضا أنكم تيجوا هنا عشان تساعدوا الناس وتتعلموا أن العمل هنا ليس صورة أو ليس فيلم أو ليس منظر بيتلقط، لكنه حياة هؤلاء الأطفال وهؤلاء البنات وهؤلاء هذه العائلات التي لا نريدها أن تفقد الأمل فتحول بعضها إلى التطرف وإلى الأعمال غير كريمة إن شاء الله. جزاكم الله خير، نتمنى منكم العون، نتمنى منكم العون، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.